الجمل ذو السنامين يعيش في الصين ويستخدم في نقل البضائع، ويستفاد أيضا من حليبه ولحمه وصوفه الذي يغزل لصناعة سترات طويلة وسميكة. وهذا الصوف يحمي الجمال من الظروف الجوية القاسية، حيث الجبال الباردة والصحارى الملتهبة الحرارة. يختلف هذا الجمل الصيني عن الجمل الإفريقي ذي السنام الواحد، وتستطيع الجمال العيش على الشحوم المخزونة في سنامها. وإذا لم يتناول الجمل ذو السنامين الطعام لفترة طويلة فإن سناميه يتدليان، وعندما يتغذى جيدا يعودان للانتصاب. سبحان الله الخالق. بإمكان الجمل ذي السنامين العيش بدون ماء لعام كامل، لكنه عندما يشرب فإنه يتناول أكثر من 100 لتر في أقل من 10 دقائق، أو لنقل 500 كاس من